تفضل يا ابو مهدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هو على حسب موضوع الحلقة يعني اقدر اجاوب يعني، بس حسب الحلقة ايه؟ اجاوبك على حسب العنوان. حسب عنوان الحلقة، ماذا صنع علي بن ابي طالب بعلمه للغيب والولاية التكوينية؟ طيب الولاية التكوينية هي الأمة، نعطيك الأمة جميعهم مو بس تحصرها في الإمام علي. يا باشا نبدأ بالإمام علي. طيب أي ما كان مشكلة، المهم أن نضع قاعدة واحدة أنه الأساس والاستفادة لهذه الولاية يعني من الأمة، أولا أنه أنت تعرف أنه ما يريدون جو الناس على اعتراف. هي إيه بس ست المعمم، هي يعني إيه ولاية تكوينية؟ ولاية تكوينية منح الله تكوينية منحهم. يعني ايه ولاية تكوينية؟ يعني حاول تبسطها لنا شوية عشان احنا عندنا الجمهور يعني محتاج ان حد يبسط له المعلومة. يعني ايه ولاية تكوينية؟ طيب يعني انا اقول لك هاي مبادئ تحقق يعني الارادة الالهية. يعني الله سبحانه وتعالى مثلا انطى الولاية التكوينية للأمة مثلا يسلطون على ظواهر الكون وما يتعلق بالعلم الوجود، احياء والاماته والقبر. يعني اماته الاحياء واحياء الموتى والتحكم في ذرات الكون، وممكن يجيب بدل الشمس ما تطلع من المشرق يجيبها من المغرب وكده. بس انت لماذا رجعت الى هذا السؤال؟ احنا موضوعنا على الحلقه. لا انا بس عشان اعرف الجمهور ما معنى الولايه التكوينيه عند الشيعة. ممتاز. ان علي بن ابي طالب يتحكم في ذرات الكون، يتحكم في الكون جميعا. يعني إذا أراد أن الشمس تأتي من المشرق من المغرب أتى بها من المغرب. طيب نعم. طيب الله عز وجل أعطاله كل الامتيازات ديت، وأعطاله معهم كمان علم الغيب، فبماذا استفاد علي بن أبي طالب هذه الامتيازات؟ طيب ممتاز. أنا قلت لك الاستفادة هنا بالولاية التكوينية أنه ما يريدون أن يجبروا الناس على اعتراف بهم واستسلام لأوامرهم، ويريدون الناس أنه تكون هدايتهم عن طريق الاختيار والاقتناع. يعني هم عايزين مش عايزين يستعملوا الولاية التكوينية بتاعتهم، وأرادوا أن الناس يعني مثلا تؤمن بولاية علي بن أبي طالب طواعية وليس كراهية. نعم. طب أساسا طيب ما برضو احنا لسه ما وصلناش ان لماذا الله عز وجل اعطاهم الولايه التكوينيه؟ طيب انا اقول لك يعني ليش. اول امور يعني مثلا انا عايز اقول لك حاجه، يعني الدكتوراه شرفيه مثلا؟ لا انت ليش قاعد تستهزئ بالحجه؟ لا والله بتكلم بجد. لا والله انا بتكلم بجد، انا عايز افهم. ليش تقاطع؟ تفضل. طيب بس انا قلت لك انه هاي الضروره اعمال هاي الولايه التكوينيه هي بكل موقف، وصعب يكون حرج يقع به الامام حسب ما تصورته. طيب انا كما قلت لك سابقا انه هاي الله من اعطاهم منحهم الله بشؤونهم الخاصه مثلا الاكل والمشرب او دفع او يتعوضون مشاكل او مصائب. واثنين قلت لك ايضا هاي الولاية يكون بها وقت استخدام هاي الولاية، إنما شخص المعصوم يستخدمها لأمور يعني مهمة مثلا تقع على مسؤولية خطيرة يعني للإمام. أيوة احنا عايزين بقى نعرف بعض استخدامات الولاية التكوينية. طيب. يعني علي بن أبي طالب استخدمها في ماذا في طول حياته؟ استخدمها في ماذا؟ طيب. أنا راح أعطيك شخصا. طيب مو بس أمير المؤمنين. اتفضل. أولا يا شيخ، أولا قضية رد الشمس، واثنين أيضا ولاية الله عز وجل هو ما أنتم تقولون أن الله عز وجل هو من رد لعلي بن أبي طالب الشمس، وليس علي بن أبي طالب اللي رد الشمس. ده المفروض كان علي بن أبي طالب ثبت الشمس في السماء. طيب. عشان يصلي. أنت لم تعلم أن هذه الولاية هي تكون بإذن الله كما عيسى بن مريم؟ يا باشا أنا ما كلمتك. أنتم تقولون أن الله عز وجل رد الشمس لعلي، يعني مش علي هو الذي رد الشمس. طيب الأصل أنا بكلمك على الولاية التكوينية اللي من علي، يعني علي هو الذي يقول كن فيكون، مش الله الذي يقول كن فيكون. طيب وأنت ما تعرف أنه الإمام الحسين علي بن الحسين عندما دفن أبيه الحسين بشهداء طف بحضور الكربلاء بفترة زمنية محدودة رغم وجوده بالسجن الكوفة؟ يا باشا فين يا باشا؟ ده الحسين سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه مع الهيمنة دي كلها والسوطة دي كلها وعلمه للغيب وبتاع، أخذ معاه الأطفال وأخذ معاه النساء عشان يحصل لهم اللي يحصل لهم دوت، وهو معاه العلم الغيب. الحسين رضي الله عنه وأرضاه معاه كل الصفات دي كلها، وفي الآخر مات مذبوح.
يا جماعة العقل شوي، العقل شوي. أنا هسألك سؤال بسيط كده عشان ننهي معاك الست المعمم، عشان في ناس في الدور. الآن أنت لو أنت معاك الولاية التكوينية، الآن أنت لو أنت معك الولاية التكوينية وتتحكم في ذرات الكون، بس والجيش بس اسمعني بس، والجيش الإسرائيلي، والجيش الإسرائيلي قال أنا داخل غزة بكرة، ممكن أنت تعمل إيه بالولاية التكوينية؟ طيب طيب ايه، خلينا نثبت الاساس انه هاي كلها باذن الله. يا باشا يا باشا، الله عز وجل اعطاك التكوينيه واعطاك الاذن، يعني لما يديك الولايه التكوينيه يعني اعطيك الاذن، يعني مش لما تيجي تعمل حاجه هتقول لي يا رب تاذن لي ان انا ارجع الشمس، اقول لك لا لا اذن ليك. طب انت اعطيني الولايه التكوينيه ليه؟ يبقى الله عز وجل اعطاه الباكج كله، الولايه التكوينيه بالاذن. فالان اصبحت مع علي بن ابي طالب. فسؤالي انا بقى، سؤالي انا، لو انت حضرتك معاك الولايه التكوينيه وتعلم ان اسرائيل ستدخل غزه غدا، هتعمل ايه؟ طيب ممتاز. لنكن انه المشيئه الالهيه عندنا تنقسم، الاولى حتميه والثانيه غير حتميه، اما اراده اهل البيت هي اراده حتم واراده عزم من قبل الله، وشكرا لك. اراده حتم واراده عزم، ايه ايوه، اي محشب اي حل عشان تهرب يا سياده المعمم. سياده المعمم تفضل. انا سالتك سؤال، الآن أنت نعم. معك الولاية التكوينية، وطالما ربنا أعطاك الولاية التكوينية وأن أنت تتحكم في ذرات الكون، فأنت لا تحتاج إذن من الله، وإلا لو تحتاج إذن من الله يبقى إذن ليس معك الباكج بتاع الولاية التكوينية. الآن أنت معك كل الباكج ده، وعلمت أن إسرائيل بكرة هتدخل غزة، ممكن تعمل إيه بالولاية التكوينية؟ نعم، أطلبها من عند الله بإذن. ما هو عطاها لك، ما الله عز وجل عطاها لك، أعطانيها لكي أستخدمها في حالات ظروف يعني خاصة. طيب الحالات الخاصة دلوقتي، يعني حالة مثلا حالة زي إسرائيل دي مش خاصة؟ أكيد خاصة. يعني إذا يعني هتستعملها ولا ما تستعملها؟ استعملها. طيب لو واحد جاي يضرب مراتك، ولا 1000 جايين يضربوا مراتك وانت معاك الولاية التكوينية؟ ممتاز ممتاز، هذه الولاية هي مشيئة الله أم بمشيئة؟ يلا يلا يلا، مشيئة الله. ما احنا لسه متكلمين ان الله عز وجل عطاك الولاية التكوينية، واعطاك معاه المشيئه، واعطاك معاه الاذن، واعطاك معاه كل حاجه. هترجع لي تاني للمشيئه، اذا كان اساسا الامر لا يمشي الا بمشيئه الله بعد ما اعطاني الولايه التكوينيه، يبقى ربنا اعطاها لي ليه؟ يعني اعطاني الولايه التكوينيه عشان كل ما اجي اعمل حاجه يا رب تاذن لي ان انا اعمل الحاجه دي، فربنا ما ياذنلهوش. يبقى المفروض بقى في ارتباط دايما بالوحي، يبقى لازم يبقى في ارتباط بالوحي، صح ولا مش صح؟ اكيد يبقى لازم يبقى في ارتباط بالوحي عشان كل شويه استاذن ربنا يا رب اعملها ولا ما اعملهاش، اعملها ولا ما اعملهاش، ادافع عن مراتي ولا ما ادافعش، ادخل الحرب دي ولا ما ادخلش، استعملها ولا ما استعملش. دول معممين يا اخوان، الله المستعان. واحد بيقول ده مريض يا شيخ، لا يا شيخ، لا، هي العقيده بتاعتهم اللي مريضه. يعني هم ينسبوا اشياء لعلي بن ابي طالب واهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولما تيجي تسالهم عليها يتورطوا. يعني لما يجي يقول لك ان علي بن ابي طالب مشيئه الله، وانه هو مشيئه الله التي تمشي على الارض، وان هذا الكون يمشي براي علي بن ابي طالب، فتيجي تقول لهم يعني من راي علي بن ابي طالب ان فاطمه تضرب، من لك ها ها بتقول ايه؟ عيد تاني. يعني فاطمه ضربت بمشيئه علي، ايه قول تاني؟